بسم الله الرحمن الرحيم. هنحل النهاردة اللغز اللي احنا نزلناه على الجروب الخاص بالنصاب اللي جاب 100 دولار مزورة وخد دواء من الصيدلي. الصيدلي ملقاش فكة، فراح لصاحب المطعم خد فكة من هناك. بعد كده صاحب المطعم اكتشف ان ال100 دولار اللي اخدها مزورة، فرجعها له تاني وخد 100 دولار مكانها سليمة. فالسؤال هنا، خسر كام الصيدلي؟ هنشوف مع بعض السؤال، هنقراه تاني، اللغز هنقراه تاني مع بعض وهنشوف حله ازاي مع بعض. طبعا في كتير حلوه غلط، في كتير حلوا اجابات كتيرة جدا متنوعة. في اللي قال 90، في اللي قال الصيدلي خسر 100 دولار، في اللي قال 110، في اللي قال 200، في اللي قال 210، في اللي قال 190. طبعا اختلفت الإجابات، إنما الحل الصحيح هو 100 دولار، وهنشوف مع بعض الحل 100 دولار ليه، وهنقرأ اللغز تاني مع بعض. اللغز بيقول: دخل شخص إلى صيدلية ليصرف روشتة وكانت معه 100 دولار مزورة، وبعد أن أخذ الروشتة التي كانت بقيمة 110 دولار، أعطى للصيدلي 100 دولار المزورة، لكن الصيدلي لم يكن معه فكة، فذهب ليصرفها من صاحب المطعم الذي بجواره، ورجع أعطى للشخص النصاب 90 دولار. بعد قليل جاء صاحب المطعم إلى الصيدلي ليخبره أن 100 دولار مزورة، فأعطاه الصيدلي أخرى غيرها. طيب هنشوف مع بعض الحل، نشوف كل واحد معاه ايه، وهنشوف بعد العملية اللي حصلت كل واحد بقى معاه ايه. النصاب معاه 100 دولار مزورة زي ما احنا شايفين، الصيدلي معاه 100 دولار سليمة، ودواء ب10 دولار، صاحب المطعم معاه فكة 100 دولار زي ما احنا شايفين. جه النصاب عايز يشتري الدواء اللي ب10 دولار، ادى للصيدلي ال100 دولار وقال له انا عايز الدواء، فالصيدلي اداله الدواء اللي ب10 دولار، وراح لصاحب المطعم قال له انا عايز فكة 100 دولار، فراح واخد الفكة ال100 دولار وراح مدي 90 دولار للنصاب. خلاص كده النصاب خد حاجته ومشي، لسه مع الصيدلي ايه؟ ال100 دولار وال10 دولار قيمة الدواء. جه صاحب المطعم طلب، قال له ان ال100 دولار اللي انا اخدتها مزورة، هات لي 100 دولار مكانها، فراح مديله 100 دولار سليمة. طيب كده الصيدلي خسران ايه؟ خسران ال100 دولار اللي هي مزورة، هي دي اللي باقية معاه. يبقى كده الصيدلي خسر ايه؟ الصيدلي خسر ال100 دولار زي ما احنا شايفين. طيب هنحلها تاني مع بعض، نشوف حل تاني اسهل شوية. هنعتبر ان مفيش اصلا مطعم، هنعتبر ان الصيدلي اصلا معاه فكة. جه النصاب راح للصيدلي وقال له انا عايز دواء ب10 دولار، فاداله ال100 دولار المزورة، راح واخد الدواء وراح واخد 90 دولار. الصيدلي خسران ايه؟ زي ما احنا شايفين الصيدلي خسران ال100 دولار المزورة زي ما احنا شايفين. يبقى الصيدلي خسر 100 دولار. ده حل اللغز اللي احنا كنا قايلينه في الجروب. شكرا، سلام عليكم.